طيب كيف تقيم هذه الاحتجاجات؟ الآن وصلنا إلى محور الاحتجاجات. أنت تعرف أنه عن نهاية الأسبوع دائما يخرج هؤلاء الشباب المنضوون تحت المجتمع المدني إلى الشارع، يعتصمون، يلتقون في أمام اللجنة، أمام الجامعة المركزية، أمام في أماكن أخرى. كيف تقيم هذه الاحتجاجات؟ حركات جديدة، حركة بركات، هناك حركة أخرى ربما بكرة أيضا ستعتصم أمام البريد المركزي اسمها حركة رفض، وهي حركة جديدة، يعني كل يوم نسمع اسم جديد. كيف تقيم هذه الاحتجاجات؟ النظام يقول هؤلاء مجرد عناصر لا تأثير لهم. حيث المبدأ نشجع الاحتجاج والتظاهر عندما يكون النظام مستبد والدولة مستبدة. لو كانت الدولة هي دولة الشعب ودولة الحريات ودولة الحقوق لقلنا من الأفضل لا تكون هناك احتجاجات حتى يكون هناك نمو، حتى يكون هناك استقرار، حتى يكون هناك. لكن بما أنه فيه هذا الوضع المستبد فنحن نشجع الجميع. لكن تفضل، تريد أن تسأل؟ نعم. لكن هناك إشكالية، لأن الذين يخرجون أولا لا يخرجون على نفس المستوى ولا يخرجون بنفس المطالب، وهناك الخروج متعدد. هناك من يخرج لأسباب مهنية ولديهم الحق في ذلك، يعني هناك ظلم عظيم مس الأساتذة والمعلمين. على سبيل المثال، على سبيل المثال، المعلم اللي قضى 20 سنة و 25 سنة، الأستاذ اللي قضى 20 سنة و 25 سنة يجد نفسه أنه لا يصل، الشهرية ما تكملوش، الآن احتجاجات في جميع القطاعات. أنا أعطيك مثال على الأساتذة، نعم أنا أعطيك مثال على الأساتذة، لكن هو المثال طبعا يمس العديدين. لا، ونفس الشيء أساتذة جامعات، نفس الشيء في أماكن أخرى، في مواقع أخرى. يعني حتى هذا الحرس البلدي اللي عبثوا بيهم وخدموا بيهم وجعلوا بعضهم مجرمين قتلوا، الآن لا يجدون، أحيانا لا يجدون ما يأكلون، كثيرين منهم ينتحرون. في حين في نفس الوقت، في نفس الوقت تعطى الملايير لأحيانا شباب في بداية العشرينات يعطوها له باسم لونسيج ولونجيم. طبعا هالشباب في الغالب مرتبطين بالنظام، بأبناء النظام، بالمقربين منه، يعني يجي هو قاعد ياخذ مليار سنتيم. الأستاذ يشتغل 25 سنة 30 سنة وممكن يدي لاريتريت ما تكملوش، ولا حتى قبل لاريتريت ما تكملوش، بطبيعة الحال يخرج وبطبيعة الحال. لكن هذه السياسات تحدث كثير من القلق داخل المجتمع، لأن بالنسبة للأساتذة طلب يطالب حقه، لكن بالنسبة لأولياء التلاميذ وأولياء الطلبة هذا ضياع المستقبل تاع الأطفال وتاع الأولاد. يعني خلق صراعات داخل المجتمع، هذا على سبيل المثال فقط. لكن قلت لك عموما الاحتجاجات متعددة، نحن ندعمها في الأصل شرط طبعا أن تكون سلمية، يعني لا، نحن ضد التخريب، ضد التكسير، ضد هذا، لأن هذه أموال الأمة. إلى الآن يصفونها بالسلمية. نعم، وندعو دائما أن تكون سلمية في الواقع. والحقيقة اللي يحدث عدم السلمية انتهى هو تدخل ما يسمى بقوة البوليس، قوة القمع وقوة جدارمية. كثير من الحالات تدخل بشكل بائس، وانظر ما يحدث في المسيلة اليوم، في شاب على أبواب الموت اليوم في الكومة في المسيلة للمظاهرات نتاع البطالين. أنا نسميهم معطلين، هذا ليس بطالين، يبحثون عن عمل لكن لا يعطى لهم العمل، في حين أن الملايير تنزل على آخرين. بل أقول لك أكثر من ذلك، الآن في أولاد مسؤولين، يعني في الخارج ذكرت المسيلة أيضا اليوم في مدينة غرداية جنوبية الجزائر، عادة الأحداث كما هي عليه، كما كانت عليه. ربما ما يقرب 100 محل تجاري تم تخريبها، تم حرقها. نعم. هناك روايات متعددة في غياب الأمن، لكن منذ شهرين على الأقل قالوا بأن قوات الأمن كلها نزلت هناك لغرداية وستحول دون عودة هذه المواجهة من جديد. الآن المواطن الجزائري يتفاجأ، أين الأمن؟ أين قوات الأمن؟ مداهمة المحلات وغير، ربما قوات المخرج يرينا بعض الصور لمدينة غرداية. نعم، قوات الأمن قاعدة تقمع في الأحرار. قوات الأمن تعتقل في من يرفض مثلا، من رفضوا آنذاك أن الطائرات الفرنسية تمر علينا وطائرات الأمريكية درونز. الآن قوات الأمن تعتقل في من يطالب بحقه، قوات الأمن تعتقل في شباب يطالبون بعودة الحقوق للشعب الجزائري، في شباب كثير يرمى بهم في السجون. قوات الأمن تعتقل حتى كاريكاتير اللي ما راحش ما رسموش، لكن فقط كان يفكر باش يرسم كاريكاتير اعتقلوه وبرأوه أخي. قوات الأمن برأوه بعد عدة أشهر في السجن. قوات الأمن تعتقل أب وابنه لأنه رفع علم مكتوب فيه لا إله إلا الله، وكأننا مش فقط أنت أرفد مليون علم هنا في بريطانيا في لا إله إلا الله، من يعتقلك؟ لكن في الجزائر تعتقل. هذه هي قوات ولذلك
تم تحريف قوات الأمن، هذه قوات قمع وليست قوات أمن. البوليس اليوم للأسف هو قيادة في نهاية المطاف، مش أنا لا أتكلم عن الشرطي البسيط، الشرطي البسيط ينفذ في الأوامر وإن كان طبعا مسؤول هو على التنفيذ، لكن هي قيادة هذه الشرطة، هي الإجرام حقيقة بكل ما تعني الكلمة. وهو كذلك الآن مجدنا الكرام مرحب بانضمام الأستاذ أحمد الزاوي أحد قيادي الجبهة الإسلامية للإنقاذ من نيوزيلندا. بعد الترحيب بك أستاذ أحمد الزاوي، ما هذا الذي ينشر في الجرائد في الجزائر أن الكثير أو بعض القيادات المنسوبة للجبهة الإسلامية للإنقاذ، هناك من يقول إن هؤلاء خلاص انتهى أمرهم من الجبهة الإسلامية للإنقاذ، المجلس الشوري فصل في أمرهم، ولكن لديهم هكذا يصفونهم، لديهم إسهال في التصريحات، مرة نحن مع بنفليس، مرة نحن مع حزب التفليقة، مرة نحن نقاطع. نريد منك أن تبين لنا الخيط الأبيض من الأسود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاب مساؤكم. عليكم السلام. أحيي كل الإخوة المتدخلون وخاصة الأخ محمد العربي زيتوت الذي يكن له محبة، وأقول يعني إحنا اليوم في نيوزيلندا عندنا عاصفة وعندنا يعني واحد الحالة اللي هي شوية شديدة، لكن تقل عن الحالة التي تعيشها الجزائر والمأزق الحقيقي الذي تمر به بلادنا اليوم. يعني احنا دعني اقول انه تزداد اليوم فرص الجزائريين في عدم التفاؤل بالمستقبل، في عدم التفاهم، لان التفاهم اليوم يزداد تضاؤلا، تزداد فرص الفساد اكثر وفرص الاستبداد والسلطنة وممارسة العنف بكل اشكالها. يعني ممارسة العنف بكل أشكالها اليوم ترتفع أسهمها في مجتمعنا الجزائري، وهذه الأزمة التي نعيشها اليوم هي أزمة تقترب من أزمة 91. لماذا؟ لأنها تدار بطريقة رديئة ومتهرية ورديقة وطريقة ركيكة في الحفاظ على أصحاب المناصب لمناصبهم وعلى الحفاظ على السلطة، وهذا يعتبر خرم وثقب جديد في جدار الدولة، ولا أقول في جدار السلطة، لأن السلطة أعتقد أنها منتهية، ولكن الدولة التي تمثل المجتمع والمجتمع المدني وتمثل كل أطياف المجتمع هي الخاسرة، لأن هذا الثقب لن ينثلم بترشح بوتفليقة لعهدة رابعة أو بتوليه للسلطة وهو مقعد مريض. يعني هذا عبث بالبلاد والعباد، لأن اليوم مسؤولون ما أصبحوا يكترثوا بمصائب البلاد، يعني ما عادوا يكترثون بمصائب البلاد وما عاد يهمهم مستقبل البلاد. فالانتقال من الانتقال إلى الديمقراطية الحقة وإلى الشورى التي أمر بها الإسلام ذو كلفة كبيرة، الخروج من حالة الاستبداد إلى حالة الحرية كذلك ذات كلفة كبيرة. ولذلك أقول أن ما نسمعه اليوم في الصحف وما يتردد من أخبار وتسريبات وربما مغالطات، هذا كله يعني يصب في خدمة السلطة التي تريد الحفاظ على مكانتها. يعني السلطة هي تستعمل كثير من الوسائل عن طريق الصحافة المأجورة وغير الصحافة المأجورة، ويعني هناك اللي يأكل الطعم حتى من الصحافة وتتردد مثل هذه الأخبار. أنا أقول لك بأن الجبهة الإسلامية للإنقاذ لا يمثلها فرد مهما كانت سلطاته ونفوذه، بل أمرها شورى بين رجالها وقياداتها وفعالياتها، وليس حتى أؤكد لك أنه ليس ممنوعا ولا محظورا في لوائح الجبهة وتقاليدها أن يلتقي أي قيادي من قياداتها مع أي مرشح أو ناشط سياسي أو فعالية اجتماعية، بل التشاور والتحاور مع المعارضة مطلوب ومشكور عليه أصحابه، لأنه لا شك يساعد على حلحلة الأزمة ومقاربتها. فالجبهة الإسلامية لا تزال تحافظ على هياكلها، إلا من أخرج نفسه من الجبهة أو أخرجته الجبهة من خلال مؤتمر أو لوائح أو شيء من هذا. فالجبهة لا يمثلها إلا رجالها، وهي لا تزال تحافظ على مواقعها ومبادئها، لم تغير ولم تبدل، لا تزال وفية لمشروعها ورجالها،
لا تزال ترى أن الأزمة لها أبعاد تتعلق بالانقلاب على الشرعية، لا تزال الجبهة تصطف مع المعارضة في صراعها مع المستبدين، لا تزال الجبهة تناضل من أجل حرية الجزائريين واستقلالهم وكرامتهم وإرجاع الدولة إلى المجتمع، إرجاع الدولة إلى الشعب وليس إلى سلط وأقليات فاسدة ورديئة، إلى أقليات عفى عليها الزمن، إلى مرضى ومسنين وكبار أفسدوا في البلاد وعافوا فيها. طيب أستاذ أحمد، أفهم من هذا بأن الجبهة الإسلامية للإنقاذ لم تقرر بعد ولم تصدر أي موقف حول أو حيال الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن لا علينا، ماذا عن هذه العروض التي يقدمها علي بن فليس المرشح الرئاسي؟ هو بدوره لا يتكلم عن الجبهة الإسلامية للإنقاذ كحزب، وإنما أطلق ما يسمى بالحريات، قال أنا أضمن الحريات الأساسية للمواطنين، حرية الرأي والفكر والرأي والصحافة والتظاهر والتجمع والاعتصام وما إلى ذلك. ربما هذه إشارة لكم أنتم، كيف تفهمون هذه الإشارة؟ أقول أن الحوار مع أي مستقل، مع أي مترشح للسلطة يفعل قيم الحوار ويعمل على إعادة الأمور إلى سكتها وإلى إعادة، هذا شيء غير مرفوض، وهذا شيء بل هذا شيء مطلوب، ومن حق الجبهة ورجالتها أن تتصل بمن تشاء، لكن لا يمكننا أن نرمي بيضنا في سلة واحدة. نحن لا يرضينا إلا حل صريح للأزمة الجزائرية، لأننا لازلنا نكرر ونقول بأن أزمة الجزائر هي أزمة سياسية، ولا بد للفرقاء أن يلتقوا جميعا تحت قبة واحدة وأن يتحاوروا بلغة الوافق من طروحاته، ولا بد أن تكون هناك بدائل لهذه التحديات التي تواجه اليوم المجتمع وتدفع به إلى حرب ربما هذه الحرب لا تفيده في شيء، ربما ستعيده إلى 91 أو إلى الأزمة التي وقعت. يعني نحن لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلت الجزائر ورشة كبيرة يدار فيها الحوار على جميع المستويات لإيجاد الحلول الناجعة، لأن الحوار قيمة إيجابية عظيمة، والناس اللي اليوم في السلطة يريدوا أن يحتكروا السلطة فيما بينهم، ويريدوا أن تكون الأمر دولا بينهم. فإذا مهما كانت التحاليل التي تقال، مهما كانت عبقريتنا في التحليل فيما يتعلق بهذه الأزمة وإيجاد الحلول لها، مهما كان لدينا من طروح متقدمة، فلن يفيد بشيء ما لم نتشارك، ما لم نتحاور، ما لم يكن هناك قاعدة صلبة تجمع الجزائريين. عوض أن نخوف الجزائريين وأن نهددهم بالمستقبل إذا لم نرشح فلانا وفلانا، كان المفروض أن نفتح المجال السياسي ونصلح الأمور البلاد لكي نستطيع أن نجد جزائر يعني حرة، وجزائر يعيش فيها كل الجزائريين على قدم المساواة. عوض أن نأتي بهذه المسرحيات السيئة الإخراج التي لا تنطلي حيلها على العاقلين في بلادنا، كان المفروض أننا نبتعد عن سياسة الاستغفال وسياسة الاستعطال وسياسة الاستهبال. وهو كذلك أستاذ أحمد الزاوي، أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ أحمد الزاوي أحد قيادي الجبهة الإسلامية للإنقاذ، فقد سمحني لضيق الوقت سأخصص لك وقتا في الحصص المقبلة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا. أعود لك أستاذ محمد العربي زيتوت، لم يبقى لدي الوقت من الوقت ممكن ثلاث دقائق فقط، أريد ملخصا عن موقف حركة رشاد، وأنت أحد أبرز قياديها، ما موقف حركة رشاد من هذه الاحتجاجات الأخيرة التي تنظم بين الفينة والأخرى؟ هل تشترك مع هذه الاحتجاجات؟ هل تنضم إليها أم أنها تنظر إليها نظرة المشكك؟ شكرا على السؤال أيضا. دعني أجدد تحية لهذا الرجل الذي تحدث، أحمد الزاوي، نعم، وهو أخونا أحمد الزاوي فاضل
الذي عرف التشريد وعرف السجون وعرف الاعتقال، وأنا أعرف قصة طويلة يعني، ولكنه ما بدل تبديلا، ثبت على المواقف. وأنا أعتقد أنه من بين رجالات الجبهة الإسلامية الأكثر اعتدالا ونضجا، وقد تستفيد منه الجزائر إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله. ولا يوجد الآن على ما يزيد عن 10,000 كيلومتر، وقد بدأ من أن هناك عواصف في نيوزيلندا، ولكنها عواصف بفعل الطبيعة. نعم. أما نحن فهي عواصف بأيدي السفهاء، لا إله، بأيدي الجهلاء، بأيدي الذين يخربون البلاد بكل الطرق. حركة رشاد تشارك على الأرض، وأعضاءها كثيرين يشاركون على الأرض في الاحتجاجات التي تطالب بتغيير النظام، برحيل النظام، بشخصياته، بسياساته، بأساليبه، برداءته، بسفهاء، بكل شيء فيما يتعدى. وهؤلاء الذين يقفون موقف المبادئ، نحن نتحدث مع الجميع ونقف معهم ونساندهم إذا كانوا وفق هذه المطالب، ضمن أن يكون رحيل النظام رحيلا شاملا كاملا وتغييرا جذريا، أن يكون ذلك ضمن جزائر واحدة وموحدة، أن يكون ذلك دون تدخل خارجي، أن يكون ذلك بالطرق اللاعنفية، بالطرق السلمية، وأن يكون من أجل إقامة دولة العدل والحق والقانون. هذه المبادئ الكبرى التي نستنده. أما هناك مجموعتين أخريتين، المجموعة التي ممكن أن نسميها بمجموعة تحسين شروط الاستبداد والفساد، هؤلاء نشجعهم وقد نشترك معهم لكي ندفعهم لأن يرفعوا السقف، لكن نقول لهم هذا الطريق خاطئ. هذا هو نفس الطريق اللي كان يقول به فرحات عباس أيام الاستعمار الفرنسي، لما كان يعتقد أنه فقط تحسين شروط الجزائريين ضمن إطار الدولة الاستعمارية هو الحل، لكن أثبتت الأيام أنه خاطئ، فيا ليتهم يرفعون السقف، ولكن مع ذلك نشجعهم. أما الطرف الثالث وهما جماعات صراع الأجنحة، فنحن لا نشترك معهم، وإن كنا لا نعترض على خروجهم للشارع. كما قلت، في دولة الاستبداد والفساد يكون الخروج للشارع إحدى أهم تجليات التعبير عن نفس، وإن كان نحن نعرف أنه في صراع الأجنحة وبين السفهاء ليس أكثر.